بعنوان الالكترومغناطيسي سبكترم الطيف الكهرومغناطيسي مغناطيسي. وهي تعتبر هذه طبعا هذه المحاضرة هي احدى مفردات المنهج احدى مفردات المنهج المقرر لطلبة المرحلة الثانية في قسم الاشعة والسونار. تلاحظون ان الطيف الكهرومغناطيسي يعني بالبداية لازم نعرف الطيف الطيف. نعم دقائق دكتور، التسجيل بعد ما بدا. نعم ما مشكلة. الالكترومغناطيسي سبكترم بدا مصطفى. نعم الطيف يعني عنوان محاضرتنا هذه اليوم ان شاء الله هو الطيف الكهرومغناطيسي الالكترومغناطيك سبكترم. واظن ان هذه المحاضره قد مر سبق وانشرحها ربما بعض الاساتذه مرت عليكم، لكن لاهميه هذا الموضوع وهي تعتبر احدى مفردات المنهج المقرر بالسيليبس اللي عندنا مرحله طلبه المرحله الثانيه قسم الاشعه والسونار، حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع بشيء يعني شيء بسيط وميسر ان شاء الله بحيث يكون يسهل فهمه وقبول كل الطلبه. لاحظون هذا الطيف الموجود امامي امامكم واضح تقسيمات الاشعه وكيفيه استخدامها. وعد كل شكل من هذا الاشكال عند الويف لينث، الويف لينث يعني من جهه اليسار يزداد الويف لينث يذهب الزياده يصير طول في الويف لينث، ويف لينث يقاس بالمتر. ومن جهه اليمين الويف لينث يبدا ايش؟ يبدا يقل شورتر ويف لينث، هنا راح يصير لونجر ويف لينث. فهذا الطيف الكهرومغناطيسي هو يحتوي على مجموعه من الاشعه، وكل في كل الاحوال هو اشعه كهرومغناطيسيه لا تحتاج لوسط مادي لانتقالها، بها فوائد بها مضار. وهناك أشعة طاقتها تكون عالية جدا اعتمادا على طول الموجي، وبالعكس أيضا هناك بعض الأشعة تكون طاقتها قصيرة اعتمادا على طول الموجي. تلاحظون عندنا الطيف الراديو ويف أبسط تقسيمات الطيف، عندنا الموجات الراديوية موجات المايكروية مايكرو ويف الراديو ويف، وعندنا الانفراريد اللي أخذناها في تجربة الثيرمال أبزوربشن الامتصاص الحراري كانت الأشعة تحت الحمراء. وتعرفنا ايضا على انه هذه الاشعه تنتج من ايش؟ من سخونه الاجسام، وبعدها يجي الفيزبل لايت يعني بعد الانفراد يجي الضوء المرئي. طبعا هذا المرئي هو الضوء المرئي الذي تتحسسه العين البصريه، العين المجرده عين البني ادم تحسسه عن طريق يمكن الرؤيه والابصار، ولهذا يسمونه الفيزبل لايت الضوء المرئي لانه مرئي بالنسبه للعين البشريه. وايضا بعد نصعد الاشعه فوق البنفسجيه الترا فايولت، هاي الترا فايولت يعني اشعه فوق البنفسجيه، وبعدين نصعد كلما قل طول الموجه كلما ازدادت الطاقه. وتلاحظون احنا كل ما نروح لجهه اليمين جهه اليمين كلما زادت كلما قصرت الاطوال الموجيه وكلما زاد الطاقه، الى ان نصل الاكس راي اللي هارد يسمونه هارد اكس راي والجاما راي والسوفت اكس راي، يعني عندنا اشعه سينيه خفيفه خلينا نقول او يعني طاقتها خفيفه لان طولها الموجي شويه طويل مقارنه بالايش بالاشعه الاخرى اللي هي نوع ايضا اشعه اكس راي اشعه سينيه بس طولها الموجي قصير بالتالي تكون طاقتها عاليه. وايضا عندنا نوع من انواع الاشعه هو ايش؟ هو الجاما راي تلاحظون امامكم. فاذا تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي يعتمد على امرين، كلما زاد الطول الموجي كلما ايش؟ كلما قلت الطاقه. تلاحظون هذا السهم الموجود مال انرجي اوف فوتون الفوتون يعني بالالكترون فولت طبعا تقاس طاقه هاي الطاقه الانرجي. تلاحظون كلما رحنا لجهه اليسار كلما صار عندنا ايش؟ نقصان في الطاقه. ليش؟ لانه الويف لينث ازداد والعلاقه عكسيه. وايضا هناك تقسيم باعتماد على التردد، الترددات طبعا طاقه كلما كانت الطاقه عاليه كلما كان التردد عالي، اي بمعنى ليش؟ اعتمادا على العلاقه الرياضيه تساوي اي جي نيو، اي تساوي اي جي نيو، فالاي هو اي انرجي والنيو هو التردد. تلاحظون كلما ايش جهه اليمين دائما من الطيف شبيها دائما هي الاتروفايوليت والاكس راي سوفت اكس راي خلينا نقول او الاكس راي بصوره عامه، والجاما راي تكون هاي اكثر الانواع انواع الموجات او التقسيمات الموجوده بالطيف الكهرومغناطيسي طاقه اعلاها طاقه ليش؟ لان قصر طول الموج الموجود فيها. واضح؟ هاي التقسيم اذا اعتمد على ايش؟ على الطول الموجي، واذا اعتمد على التردد والعلاقه واضحه لانه لي تساوي اتش نيو وكيفيه النمو. فضروري تعرف انه جهه اليمين شو تمثل وجهه اليسار شو تمثل وعليش اعتمد في انه كون مثلا الطاقه عاليه معناها ايش؟ عندنا لور معناها الويف لينث عالي طويل او لونجر يسبب لك انه تكون الطاقه لور، وبالعكس في جهه اليمين تكون الطاقة عالية لأن هي تساوي اتش نيو، فزيادة في الطاقة زيادة في التردد وقصر في الطول الموجي. هذا كصورة توضيحية موجودة معكم. نجي معكم ننتقل معكم إلى إيش؟ إلى بعض الفقرات الأخرى
أو كلام آخر، يعني طيف الكهرباء المغناطيسي يكون مرتب ليكون بحيث إنه إذا حصل الزيادة في التردد ونقصان دائما في الإيش decreasing in wavelength. هذا شفتوه لاحظتوا يعني دائما إحنا هنا نشوف هنا عايش يصير بالتردد عايزين التردد بس شو يصير على حساب شنو على حساب نقصان الwavelength decreasing in decreasing in إيش decreasing in wavelength و increasing in frequency. هذا من مميزات الطيف الكهرباء المغناطيسي. وتلاحظون بالصور ان كل طيف امامه صوره، يعني تطبيقات ابلكيشن، هذه هاي تعتبر الابلكيشن في الراديو ويف تحقائل ابراج ابراج الاتصالات و اف ام راديو والى اخره من الموجات والرادار. تلاحظون ياما يقع يعني الجهاز الرادار لازم يتحسس، اذا نقول رادار لازم يتحسس ايش الطاقات الموجوده ضمن هذا الجزء او ضمن من الطيف. طيب خلي بالك دائما يقول ثينكس تو ريمبر، خلي بالك تتذكر انه كلما كانت الايش ذا هاير زياده في الفريكونسي شو يسبب لك ذا مور انرجي، يعني راح تحمل الموجه ايش او الطيف يحمل طاقه عاليه نتيجه الزياده في ايش في التردد، لان اي تساوي اي جنيو هاي بكل بساطه. زين لي ام معناها الكترومغنتيك فويف، واضح الموجات الكهرباء المغناطيسيه الكترومغنتيك، واضح موجات الكهرباء المغناطيسيه شبيهة do not require a medium. هاي سبق ان ذكرنا لكم اياها ان الموجات الكهرباء المغناطيسيه موجات لا تحتاج الى وسط مادي in which to travel or move حتى تنتقل او تتحرك، بخلاف الموجات ايش longitudinal wave التي تحتاج الى وسط مادي، مثال عليها الساوند ويف الموجات الصوتيه. طيب الالكتروماغنتيك ويفز ايضا are considered to be transfer waves، يعني خلي بالك احنا من حيث المبدا الموجات تنقسم الى قسمين، الموجات الطوليه اللونجيتيودنال ويفز والموجات المستعرضه ترانسفيرس ويفز. هاي من حيث المبدا من حيث الانتشار، عندك الموجات المستعرضه الترانسفيرس ويف هذه موجات تكون عموديه على خط انتشار، عموديه على خط الانتشار، واضح، بينما الموجات اللونجيتيودنال الموجات الطوليه اللي مثال عليها الصوت تكون ايش موازيه لخط الانتشار، موازيه لخط انتشار الموجة. يعني نفترض انه اكس فهذا خط اكس، خلينا هذا الاكس، فهي تكون اذا الكتروماغنتيك ويف صاعد نازل، يعني ايش حال التعامد، ليش؟ لانه هي اصلا الموجه الكهرباء المغناطيسيه عباره عن تعامد المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. يقول because they are made of vibrating electric and magnetic fields at the right angles، يعني ضمن مدى واحد، هل نشوفه يعني في اتجاه واحد او زوايا معينه to each other and direction of the waves are traveling، واضح؟ الموجات المستعرضه هي موجات ناتجه عن تذبذب ايش المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي وتعامدهما، تذبذبهما وتعامدهما وتغييرهما مع الزمن، واضح متغير مع الزمن. هذا النقطه اللي حبينا نقول لكم عليها. ايضا هناك نقطه اخرى انه ذا انفيرس ريليشن شيب بتوين ويف سايز، هناك علاقه عكسيه ما بين ايش؟ ما بين حجم الموجه والتردد، حجم الموجه والتردد، يعني انفيرس ريليشن شيب between wave size حجم الموجة and ايش and frequency. هاي خلي بالك دائما وانه العلاقة عكسية as the wavelength get smaller the frequency get higher، متى ما كانت الموجة قصير كلما كانت الترددات عالية، كلما كانت الترددات عالية. ليش؟ شوف يعني لما يكون wavelength قصير شو يصير بالطاقة؟ طبعا تزداد الطاقة المفترض، فبتزداد الطاقة من اللي يزداد التردد، واضح التردد هو هذا المقصود به. اوكي هاي ملخص بس لي يعني بعض الاشياء اللي تخص الطيف ومتعلقات. واضح طلاب اكو سؤال؟ طلاب معي اكو سؤال؟ مصطفى ما دكتور طلاب اللي عنده سؤال خلي يسأل لا تخاف، يعني انا امشي بالعكس حتى صرت تفاعل، يعني هيك هدوء وماكو حد، يعني كان بس انا وحدي بالصف اليوم. هسه احنا من افتهمنا هذا التقسيمات الطيف واخذنا بعض خصائص الموجات الكهرباء المغناطيسيه او خصائص الطيف، راح ناخذ على اولى ايش الموجات الموجوده بالطيف. احنا قلنا الراديو ويفز بعدين مايكرو ويفز، واضح، راح نجي على الموجات الراديويه. الموجات الراديويه تستخدم بالرادار، شوفوا هذا الشكل الموجود امامكم، هاي رادارات استشعار، هاي رادارات تستخدم بالطبخ بالكوكينج فود، تستخدم بالستلايت ترانسميشن بارسال الموجات واستقبالها، واضح؟ بالدشات يعني واضح؟ فهذه كلها استخدامات الموجات الراديويه. بس شيء يميزها
الموجات الراديوية لديها طول موجي كبير longest wavelength and lowest frequency ترددات مواطية على حساب الطول في الموجي طول الموجي. وهذا إيش معناها؟ هذا يعتمد على علاقة إيه تساوي إيه جنيوم واضحة يخليها ببالك دائما. يقول the wavelength range طبعا من 100 seconds of meters in 0.0 meter. نعم يعني من ال خلينا نقول هذا من مدى معين range معروف. كلما كانت أطوال الموجية إن عالية أو طويلة كلما كانت ترددات قليلة، وبالتالي ممكن ترددات قليلة إيش معناها؟ معناها الطاقة تكون قليلة، طاقة تكون قليلة. هذا الشكل الأول وهذا استخداماته. الشكل الثاني هو منه أو الجزء الثاني الفقرة الثانية المحاضرة هي إيش؟ شوف بين قوسين كاتب heat infrared wavelength الموجات تحت الحرارة اللي هي من الحرارة ده حتى بين قوسين مخلي heat يعني ناتج عن إيش؟ تسخين الأجسام. ناتج عن تسخين الأجسام دائما هاي قاعدة يجيك فراغات صح وخطأ أوكي خليها ببالك هاي الأشياء. يقول هاف الشورتر wavelength التي هي طول موجي قصير. طول موجي قصير لما كان طول الموجي قصير معناه طاقة عالية أو طاقة يعني from طول الموجي طبعا من 0.001 إلى 700 نانومتر واضح؟ فتصور يعني شوف شلون من المتر إلى 700 نانومتر. وبالتالي لما كان طول الموجي شورت ويف لينث ايش راح يصير بالتردد؟ راح يصير هاي الاثر يعني ايش؟ تردد عالي. كلها اعتماد على العلاقه الرياضيه. زين وين تستخدم هاي الموجات؟ تستخدم بالايجاد الاجسام في يعني الاشخاص في المناطق المظلمه، تستخدم في شاشات التلفاز للتحكم في الاجهزه التلفزيونيه او الديفايس كنترول. تستخدم للسيطره على الاجهزه ديفايسز كنترول او كنترول ديفايسز. واضح؟ الجزء الثاني او النقطة الثانية او التقسيم الثالث من اقسام الطيف الكرة المغناطيسية الفيزبل لايت الضوء المرئي. هذا الضوء المرئي اول شيء خلينا نشوف طول الموجة المدى مالت طول الموجة مالت وش قد يتراوح من 70 نانو طبعا يبدا بالضوء الاحمر الى 30 نانو متر اللي هو ايش نهاية ايش الفايوليت لايت. واضح؟ يعني الضوء البنفسجي. واضح؟ فهي مهمة with frequency higher than infrared waves طبعا بترددات عالية مقارنة بالموجات يعني الموجات ايش؟ الموجات تحت الحمراء. زين وين تطبق هذه؟ يقول these are the waves in the EM اللي قلت له magnetic spectrum that humans can see that humans can see. واضح هسه؟ ولا؟ يعني هذا الفيزبل لايت يعني يقول يبدا يتحسس ويتحسس من قبل منه؟ يتحسس من قبل البني ادم الهيومن البني البشر يعني. هاي صورة توضح الطيف الفيزبل لايت الضوء المرئي. ايضا الفيزبل لايت كان فيري سمول فيزبل لايت ار فيري سمول بارت اوف ذا الكترومغناطيك سبيكتروم طبعا طبعا الطيف يعني الضوء المرئي هو جزء من الطيف جزء بسيط من الطيف. الطيف فيه جاما راي واكس راي كل هذه الانواع هاي النوع الموجات موجوده. خلينا نجي بالنسبه للضوء الاحمر يقول ريمبر ذا اوردر يعني لا تنسى الترتيب. ذكر الترتيب دائما مع الفيزبل لايت عندك الريد بعدين اورنج بعدين يلو بعدين جرين بعدين بلو بعدين فايولت. واضح الريد هو الاحمر بعدين اورنج برتقالي واليلو اصفر والجرين الاخضر بلو الازرق والفايولت واضح البنفسجي. واضح هاي تقسيمات منه هاي منين حصلنا عليها؟ حصلنا هي بالاصل لايت ويف ضوء عادي بس انه يكون الضوء ابيض. هذه حصلنا على هذا هاي التقسيمات الستة من خلال ايش؟ من خلال البريزم. من خلال البريزم انت تجيب ضوء مصدر ضوئي تخلي قدام المنشور راح يتحلل لسبعة الوان اللي هي الريد والاورنج واليلو والجرين والبلو والفايوليت. واضح؟ باعتمادا على المنشور البريزم. واضح هسه؟ وصلنا الجزء ايش؟ الالترا فايوليت ايش؟ لايت. لاحظوا احنا شو يصير عندنا؟ عن نمشي بالمناطق اللي تكون بها الويف لينث شورتر. من كل ويف لينث شورتر شو يصير الطاقة؟ يعني راح تتغير شكل الطاقة واذا تغير شكل الطاقة راح تاثر التردد. واضح؟ زين. ويف لينث يكون رينج فروم 400 نانومتر تو 10 نانومتر هذا ايش؟ المدى من الموجات او الضوء الفوق البنفسجي او الاشعة الفوق البنفسجية او الضوء البنفسجي او الفوق البنفسجي صحيح يعني صح. طبعا therefore as the energy is high enough with the UV rays to penetrate living cells and cause them damage. طبعا تستخدم ايضا الاشعه الفوق البنفسجيه بايش؟ قتل الخلايا الحيه. واضح؟ وبالتالي ايش يسبب العطب؟
يعني البنتري تخترق الخلايا الحية، خلايا الحية ومن ثم تؤدي بها إلى إيش؟ إلى عطب أو تلف. هذه الخلايا. زين. يقول الضوي كان نطسي، إحنا بالرغم إنه ما نشوف الضوء المرئي بسبب اللايت، النحلات والبيت والبترفلايز سمول سم سمول رودنت رودنت رودنتس اند بريز، واضح هذه كلها يقول يعني بالرغم انه ما ينشاف الا انه يعني الحشرات تستطيع ايش الاستفاده من هذا الاشعه. اوكي هاي كلها متعلقة. ايضا يستخدم الفيزبل لايت في ايش يقول طبعا اشعه فوق المسجيه تعمل عمليه فيتامين دي، واضح من فوائدها، ولهذا يفضل ان الانسان يتعرض للاشعه يوميا ما يقارب ربع ساعه حتى يستفيد من الفيتامين دي القادم من الشمس. هاي بالنسبه للاشعه فوق المسجيه ولها تطبيقات كثيره. استيرلايزيشن بيكوز ذي كيل بكتيريا، ايضا تستخدم ايش يعني هذه تستخدم في قتل هذه البكتيريا، واضح الاشعه فوق المسجيه ومعروفه يعني باستخدامات الطبيه مشهوره. نيجي على اشعه ذات طاقه عاليه جدا واللي احنا يا ريت فوق جهاز توليد يعني شغال يشغل لنا يولد لنا اشعه سينيه، لان شفت تجارب كثير اشتغلنا عليها بها الاكس راي، بس الاكس راي بها مخاطر او تعرض نفسك بالعمل المجال الاكس راي الى مخاطر. طبعا الويف لينث هو من 10 الى ايش طول الموجه لهذا هذا القسم من اقسام الطيف الكهرومغناطيسي من 10 الى ايش 0.00 نانو متر. These rays have enough energy، طبعا هذا النوع من انواع الاشعه يكتمل ايش لديه الطاقة الكافية حتى يخترق بالعمق إلى إيش داخل الأنسجة. Penetrate deep into tissues and cause damage to cells. واضح؟ يعني أكيد يعني بالتالي راح لديه أو إمكانية اختراق في الأنسجة وبالتالي يسبب إيش قتل الخلايا الضارة والخلايا الغير مفيدة. Are stopped by dense material such as bone. آخر مثل ما عندنا حالة العظم و. كيفية الاستفادة منهم. أو بالحقيقة يعني العظام هي أصلاً تصور بالأشعة فوق المنسجية، فأي ضرر بها راح يبين من خلال الإكس راي. شوف هاي الصورة توضح أمامكم. إذا أكو شيء بالعظم يعني إذا بالستركشر من العظمة بالفطر أو كسر يبين باستخدام الأشعة الإكس راي. بس شنو الإكس راي بها ميزة؟ صحيح هي تنفعنا في تصوير إشعاعي وتصوير بالـ IR وتصوير بالمستشفيات، بس لها مضار يعني لها مضار تؤدي إلى ربما الى السرطان نسال الله السلامه والعافيه لنا وعليكم السلام والعافيه. واضح؟ هذه بالنسبه للاكس راي. نجي على القسم الاخير يعني القسم الاخير من اقسام الاشعه بالطيف الكهرومغناطيسي هي الجاما راي. وهذه تملك يعني طاقه يقول كار ذا كاري ذا موست انرجي اند هاف شورتر ويف لينث. طبعا لان قصيره الطول الموجي بالتالي تمتلك طاقه عاليه. ما معقول يعني اكيد جاما راي مو لعبه. إشعاع جاما صح؟ ليس دان 1 تريليون اوف متر الى اخره، المهم يعني هاي 10-12 يسمونها هم البيكو بيكو 10-12 واضح؟ اوكي فهذا بالنسبه للجاما راي. زين جاما راي هاف انف انرجي تو جو ثرو موست ماتيريال ايزلي يو ود نيد تو يعني اللي تحتاج بها طبعا انت وقت ربما لو ما استخدمت هذا النوع من الاشعه. واضح بين ما هي لين طاقتها عاليه تستطيع الاختراق والدخول في كثير من الاجسام والكائنات الحيه. هي اقوى شيء تقريبا من الطيف، اقوى اعلى طاقه بالطيف هي طاقه الاشعه او الجاما راي. واضح؟ والجاما راي ايضا لها تستخدم ايضا استخدامات بالنيوكلير ريأكشن التفاعلات النوويه والمفاعلات النوويه استخدامها قد تكون سلمية أو غير سلمية. تستخدم أيضا بالبومبس، بومبس يعني نيوكلير بومب قنابل نووية ونيتشرال اوكرينج إليمنت إن ذا إيرث. طبعا وهي إيش؟ طبعا عناصر هذا النوع من الأشعة أيضا موجود في الأرض ويظهر بشكل واضح وبشكل طبيعي. Sometimes using this in the treatment of the cancer تستخدم في علاج المرض الكانسر والمرض الخبيثة في السرطان يعني أيضا هذه استخدامات الجاما راي. بكل بساطه بصراحه تاخذون هذا الشخص يعني يريدون ياخذون له اشعه باستخدام ربما الجاما راي او بانواع اي نوع من انواع الاشعه حسب الجهاز المستخدم. شوف هاي الجاما راي يقول ذيس بيكتشر يقول از يعني واضح سنتيغرام سنتيغرام وتشوز ذا سنتيغرام سنتيغرام يعني هذه شوفوا هذه اشياء
تصوير اشعاعي طبي، واضح؟ تصوير اشعاعي طبي باستخدام القمري، واضح؟ وتبين لنا كيفيه الاستفاده من هذه الاشعه، ولاحظ هذه الاجسام الغريبه الموجوده بداخل هاي الصوره. اوكي، هاي الاطلاع طبعا، هاي الصور ما راح يعني نستفيد من العلم قدر ما بس نطلع عليها طلع زين. شو اذا فلو ان ذا لينك الى اخره، ما عندي مشكله الى حد يعني تقريبا. يعني هذا اهم ما موجود في صراحه للطفل الكهرومغناطيسي، وتعرف عليه، واللي يحب يتطور اكثر يقدر يبحث عن مثلا الاكس راي اند ابلكيشن مالتها، او ياخذ الالتروفايولت لايت ويسوي له ايش، يبحث عن ابلكيشن مال الالتروفايولت، راح يلاقي تطبيقات اشعه فوق منسجيه كثيره جدا. وكذلك نفس الامر مع الفيزبل لايت والانفراريد والى اخره من بقيه ايش اشكال الطيف الموجوده بالطيف الكهرومغناطيسي. طبعا الطيف الكهرومغناطيسي ناتج عن تعامل الموجه الكهرومغناطيسيه مع الموجه يعني المجال الكهربائي والتعامل مع المجال المغناطيسي. خلوا بالكم هاي النقطه، ارجو انه يعني استفدتوا نوعا ما ولو شيء بسيط من المحاضره هذه، وصار عندكم نوع من المعلومات اللي تنفعكم. وهذا التقسيم هذا يعني واحد يتمعن به شويه يدقق النظر به راح يستفيد من التقسيمات الموجوده هنا، ويفتهم الوضعيه شلون يتغير التردد بهذا الطيف، وشلون اذا قل التردد ايش راح يصير، واذا زاد الويف لينث ايش راح يصير، واذا قل الويف لينث ايش راح يصير. واضح؟ كلها اشياء مرتبطه وتبدا على هذا الشكل الموجود امامكم. الى حد الان ان شاء الله انهيت المحاضره، يعني المحاضره بسيطه السهله، واستقبل ان شاء الله الاسئله والاستفسارات بخصوص هذا الموضوع. بارك الله بيك دكتور.